مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بالاحتفال الأول لغرفة الربع مليون دينار لسنة 2013. أهلا وسهلا بالجميع. طبعا مني هنا الأعرج ومن بنك القاهرة عمان أحلى وأجمل وأرق مساء بنتمنى لكم إياه اليوم. جمهورنا الكريم أحلى زوار بسيتي مول وأكيد عملاء بنك القاهرة عمان، بنوعدكم باحتفال مميز رح يكون فيه بالتأكيد الحماس والتشويق والربح والجوائز الكتيرة، وبدنا نسمع أحلى زقفة لبنك القاهرة عمان. بنك القاهرة عمان بنك أكيد غني عن التعريف، يعني ما في حدا بالأردن من شرقه لغربه من شماله لجنوبه إلا مدرك تماما أهمية وخصوصية الخدمات المتنوعة والشاملة اللي بيقدمها بنك القاهرة عمان لجميع المواطنين وللشركات والمستثمرين. بنك القاهرة عمان نجح وبامتياز في السنوات الأخيرة إنه يشجع ثقافة الادخار لدى المواطنين وإنه يوزع جوائز نسبتها الأعلى في المملكة. غرفة الربع مليون دينار هي جزء من برنامج جوائز التوفير اللي بيقدمه بنك القاهرة عمان لكل مدخري، واللي شعاره لهالسنة من ربحك حتى نوفر عليك. طبعا حملة جوائز التوفير لبنك القاهرة عمان لسنة 2013 هالاحتفال رح يتم تكراره 6 مرات خلال السنة. احنا معكم اليوم بأجواء مميزة بالاحتفال الأول، رح يكون في كمان 5 احتفالات على مدار السنة. أي مدخر مع بنك القاهرة عمان إذا كان رصيده بس 200 دينار أو 300 دولار، ممكن إنه يحالفه الحظ ويدخل غرفة الربع مليون دينار ويجمع أكبر عدد من النقود. غرفة الربع مليون دينار هي ببساطة الغرفة الزجاجية هاي اللي أمامكم، بتحتوي على فئات نقدية مرمزة بقيمة 250 ألف. أي مدخر مع بنك القاهرة عمان إذا كان برصيده 200 دينار ممكن إنه يحالفه الحظ يدخل على هاي الغرفة لمدة 10 ثواني بوجود مراوح هوائية مع 10 ثواني إنه يجمع أكبر عدد من الفئات النقدية اللي بمجرد ما تعدها اللجنة اللي معنا اليوم أكيد بيتم قيد المبلغ إذا مش أكتر شوي في حسابه. بلش من أقصى الشمال، تفضل لابس نظارات وطاقية، تفضل. مساء الخير، نتعرف عليك. اسمي زياد جندية. أهلا يا زياد. زياد بتقدر تلخص لهم كمان مرة شو حكيت عن غرفة الربع مليون دينار؟ غرفة بتتكون من عشرات وخمسة وعشرينات وخمسينات، بتسحبوا قدر الإمكان من المبلغ. طب زياد أنا بدي أساعدك وبعدين مستشير الجمهور إذا ربحك ولا لا. غرفة الربع مليون دينار غرفة زجاجية فيها فئات نقدية مرمزة بقيمة 250 ألف، والمدخر ممكن يحالفه الحظ يدخل فيها 10 ثواني بوجود مراوح هوائية بجمع أكبر عدد من النقود. نربحه؟ من ربحه. ألف مبروك زياد، جائز. شكرا. طيب نروح شوي للوسط، احنا حكينا اللي مش رافعين ايديهم، تفضلي تفضلي. مساء الخير، نتعرف عليكي. رامونا سمرين. رامونا، رامونا انت من هون؟ لا. اهلا وسهلا فيكي، شو بتعملي هون؟ I'm married here. متزوجة هون. طب اهلا وسهلا فيكي رامونا، بتسمعي عن بنك القاهرة عمان؟ يا قدي مرة رح تتكرر هذا الاحتفال سنة 2013؟ انت فاهمة على English؟ How many times this competition will be repeated during 2013? 5 times? 6 times. 6 times. برافو عليك ريمونا وألف مبروك جائزتك. Thank you. Thank you. حساب توفير من بنك القاهرة عمان. منروح شوي، بدنا ناخذ أكثر من حدا بالوسط لأنه المساحة أكبر. ناخذ الصبية. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكي، نتعرف عليكي. سرين حسان يوسف. أهلا وسهلا نسرين.
نسرين، متذكرة ايش شعار برنامج جوائز التوفير لبنك القاهرة عمان لسنة 2013؟ من ربحك تنوفر عليك. من ربحك حتى نوفر عليك، واكيد راح نربحك نسرين. الف مبروك جائزتك، تفضل. بس اخذ من هون، تفضل تفضل. اهلا وسهلا فيك، نتعرف عليك. يا عمر قاسم، اهلا وسهلا. تعرف قد ايه عدد فروع بنك القاهره عمان بالاردن وفلسطين؟ 95 فرع. والف مبروك جائزتك، تفضل. ناخذ اخر سؤال قبل ما يدخل الرابح لغرفة الربع مليون دينار، تفضل. مساء الخير، تعرف عليك؟ مساء النور، خالد ابو دية. اهلا وسهلا خالد، شكلك بتشتغل بالمول؟ اليوم جوا بالكارفور. اهلا وسهلا فيك خالد. قديش ادنى رصيد لحساب التوفير لاي مدخر حتى يدخل لغرفة الربع مليون دينار طبعا مع بنك القاهرة عمان؟ 200 دينار. 200 دينار او 300 دولار، برافو عليك. مع بعض هلا بدنا نشجع الرابح اللي بده يدخل لغرفة الربع مليون دينار وصاحب الحظ السعيد طبعا اللي فاز بالاحتفال الأول، السيد فلاح العرود. والسيد فلاح فوض ابنه الأستاذ غالب. وينك يا غالب؟ مساء الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ غالب. أنت فوضك الوالد حتى تدخل لغرفة الربع مليون دينار؟ نعم. من زمان الوالد عنده حساب بالفرع؟ نعم من زمان. أي فرع؟ فرع بنك القاهرة عمان. في أي محافظة هون ولا؟ الكرك. الكرك، أهلا وسهلا. وأكبر وأحلى زقفة لأهل الكرك. رح أعد للثلاثة، لما أحكي ثلاثة معك 10 ثواني تجمع أكبر عدد ممكن من الورق اللي شايفه. واحد، اثنين، ثلاثة. هيا على هيا، حيهم الكراكية، حي اسلام الهيا، هو مثل العرب سالكرك. والله صارت تهون كل دمعات العيون، ما توقعتك تكون قاسي وطبعك تخون. والله صارت تهون كل دمعات العيون، ما توقعتك تكون. مشاهدينا، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لبنك القاهرة عمان والذي هو سباق دائما لاحتضان المبادرات والأعمال اللي بتهدف لنشر الخير ورسم البسمة على كل من يحتاجها، احنا اليوم متواجدين معكم في دار الضيافة المسنين جمعية الأسرة البيضاء، وأجواء عائلية دافئة متأمن من خلالها أنه بالفعل نستطيع أنه نزرع البسمة على وجه بعض المسنين. خليكم معنا. كم تعبت لضحكتك، كيف نرسم بسمتك فرحتي. كلنا كيف شايف الأجواء هون في الدار؟ الحمد لله كويسين والله، طلباتنا مجابة، شو ما بدنا بيجيبوا لنا.
والحمد لله رب العالمين ما بكسره معنا كل شيء يعني بدنا اياه وشو كل شيء يعني الحمد لله ممتازه الخدمات والله الحمد لله اداره ممتازه والموظفين ممتازين. صباح الخير كيفك عمو؟ اهلا تحكي لنا شو اسمك؟ عبد الفتاح. اهلي مبسوط الحمد لله بسولف معهم بسولفهم معانا بنسلحنا وياهم ومنضيع وقتنا من الصبح للمغرب كلنا بحاكي مع بعضنا بنحكي ومنضيع وقت. شاهدينا احنا متواجدين معكم في احدى الغرف طبعا الموجودة في جمعية الأسرة البيضاء دار الضيافة للمسنين ومثل ما انتم شايفين يعني ما شاء الله الغرفة حتى هيك ألوانها زاهية وحبينا اليوم تكون معنا ست. مساء الخير كيف حالك ام محمد؟ اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا كيف حالك كيف انت ان شاء الله مبسوطة؟ احنا مبسوطين اذا انتم مبسوطين. طمنينا عنا كيف احوالك هون؟ كويسين الحمد لله والله العظيم كويسين الحمد لله. بشرفنا تكون معنا الست مريم من بيضين وهي مديرة دار الضيافة المسنين جمعية الأسرة البيضاء. مساء الخير يعطيكم ألف عافية. أهلا يا هلا. أهلا أهلا وسهلا. يعني ما شاء الله كل المسنين والمسنات اللي هيك دردشنا معهم كلهم اتفقوا على قدي في خدمة مميزة مقدمة من الدار. الله يوفقكم ويعطيكم يا رب. الله يخليك. صحيح هذا واجبنا لخدمة كبار السن وهم يعني عزيزين على قلوبنا ويعني الواحد بتذكر كمان مكبره يعني الحمد لله يعني بالعالمين يعني بادرة بالفعل نوعية ورائدة لبنك القاهرة عمان. يعني بتهيألي إيش الرسالة اللي بتوصليها يمكن لكل القطاع الخاص أو الجهات المعنية بشكل عام حتى يدعموا كل الفئات الأقل حظا؟ نعم صحيح. بداية أنا أشكر المدير إدارة بنك القاهرة عمان لما أبدوه من مبادرة خيرة ونأمل من جميع البنوك ورجال الأعمال وجميع المؤسسات المدنية في دعم هذه الدار لأنه صحيح الكبار الموجودين هون هم بحاجة لكل دعم سواء مادي أو معنوي فنأمل من جميع المؤسسات والشركات ورجال الأعمال بأنهم يحذوا حذو بنك القاهرة مع الشكر الجزيل لإدارة بنك القاهرة ونتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق وخدمة هذا البلد تحت راية جلالة سيدنا الله يطول بعمره جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين قائد هذا البلد. وهذا تشيك مقدم بنك القاهرة عمان بمبلغ مالي إن شاء الله يا رب هيك تقدروا تأمنوا بعض الاحتياجات أيضا موجودة بالدار. صدقنا خايف عليك واسألك وانا ارتجي. رح نكمل معكم الأسئلة والأجوبة ونرجع لليمين الصبية الحلوة انت تفضل. مرحبا تعرف عليكي. آية عطية. آية ما أحلى اسمك يا آية. بأي صف أنت؟ رابع. رابع؟ تحب المدرسة؟ آه. جعبالك تفوزي؟ آه.